بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأناه المرة الماضية، تكملة الشابتر الأول. توقفنا المرة الماضية عند temperature and the zero's law، قانون الزيروز لو، القانون الصفري. الزيروز لو هو قانون الاتزان الحراري. ما معنى الاتزان الحراري؟ الاتزان الحراري يعني مثلا عندنا هذه الكتلة من الحديد عند درجة حرارة 150 درجة مئوية، في تلامس مع بينها وبين هذه الكتلة النحاسية عند درجة حرارة 20 درجة مئوية. بعد فترة معينة سيحصل اتزان بينهما. يعني ايه اتزان؟ ستنتقل جزء الحرارة من هنا إلى هنا في هذا الاتجاه، من الـ higher temperature body to the lower temperature body. حتى يحدث اتزان بينهما، بعد حدوث الاتزان هما الاثنين سيكونون نفس درجة الحرارة. هذه ديت هتكون عند 60 درجة مئوية، وهذه أيضا تكون عند 60 درجة مئوية. let's say هذا just for example. فهذا هو الاتزان الحراري. يعني هنا حدث اتزان، equilibrium، thermal equilibrium. هذا يعني القانون الزيرو، zero's law، هو يتكلم عن هذه المسألة. وأيضا يقول إيه يعني النص: if two bodies are in thermal equilibrium with a third body. يعني إيه with a third body؟ طيب يعني مثلا عندنا هنا first body، ده first body، خلينا نختار لون آخر، وهذا third، وهذا second body، هنقول هذا first وهذا second. وهذا الثيرد، هذا الثيرد بودي. إذا كان في اتزان بين واحد منهم، يعني هذا وهذا في اتزان بينهم، يعني ايه اتزان؟ يعني عند نفس درجة الحرارة، درجة حرارة الاثنين واحد، وبين هذا وهذا، هذا الجسم وهذا الجسم، اتزان حراري، تمام، thermal equilibrium. فمعنى ذلك ان هناك ان هناك اتزان حراري بين الجسمين دول، الفيرست والسكند. هذا المعنى. هو يعني باي لوجيك، يعني باي انتويشن، تمام. as two bodies are thermal if have the same temperature reading even if they not they aren't in contact. حتى لو يعني هنقول ان هما في حالة اتزان حتى لو هما ما كانوش متلامسين. طيب ال temperature لها اكثر من سكيل. خلال اولا نتكلم عن ال ice point. ما معنى ال ice point؟ ما معنى ال steam point؟ وهذه ال points. ال ice points هذه درجة الحرارة اللي هي بيتجمد عندها الماء، درجة حرارة التجمد، وهي بتساوي في المقياس أو السكيل السيليزيوس بتساوي صفر، وفي الفهرنهايت بتساوي 32 فهرنهايت. دوت عند درجة عند الاتموسفيرك بريشر، 1 اتموسفيرك بريشر، تمام. بالنسبة للستيم بوينت، درجة الحرارة هي ديت درجة الحرارة التي يتحول الماء عندها الماء للحالة البخارية، ستيم. على المقياس، على المقياس أو السكيل السيليزيوس، هي بتساوي 100 درجة سيليزيوس، وعلى الفهرنهايت بتساوي 212 فهرنهايت. في عندنا مقياس آخر، الكلفن. دوت هيتم استخدامه في جميع التطبيقات القادمة. كل التطبيقات عندنا هتكون بالكلفن، معظمها هتكون بالكلفن. طبعا لو احنا عندنا سكيل آخر، يعني لو هنستخدم، لو في عندنا مسألة مثلا بتشتغل بالفهرنهايت، هنحتاج ان احنا نحولها، او لو هنتعامل كل المسألة بالانجليش يونت سيستم، فخلاص فمفيش مشكلة، يبقى نتعامل كلها بالفهرنهايت.
هنا بيورينا المقياس لكل سكيل او الريليشن ما بين كل سكيل والاخر. يعني هنا بيقول الكلفن، ودي مهمة جدا 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 الريليشن ديت، ان الكلفن بيساوي درجة الحرارة بالسيليزيوس بلس 273. دي مهمة جدا الريليشن ديت، ولازم تبقى حافظها وعارفها وهنستخدمها بكثرة. طيب هنتكلم على الآن عن البريشر. البريشر، تعريف البريشر هو النورمال فورس اكزيرتد باي فلويد بير يونت اريا. هو بيتكلم على الفلويد بريشر، ولكن عموما بوجه عام البريشر بيساوي الفورس، البريشر بيساوي الفورس اوفر اريا. تمام، ولذلك اليونت البريشر يونت بتساوي النيوتن او وحدة الفورس ايا كان السيستم اللي احنا بنستخدمه في قياساتنا، النيوتن اوفر متر تربيع. تمام، اليونت دي على بعضها تسمى باسكال، ولازم البي تبقى كابيتال لانها نسبة للعالم الفرنسي باسكال. لازم البي تبقى كابيتال بالشكل ده، مضاعف من، احيانا بنقول 100 كيلو باسكال لو هي بالمضاعفات اليونت، يعني 100 او ميجا زي ما قدام حضراتكم كده. طيب بالنسبة للضغط الجوي الواحد اتموسفير بيساوي المقدار دوت من، بالنسبة للباسكال واحد اتموسفير بيساوي 101 كيلو باسكال، 101 كيلو باسكال. تجربة العالم باسكال المشهورة اللي هي بتاعة إناء الزئبق، اللي هو كان فيه إناء كده من الزئبق هنا، وبعدين حط فيه تيوب طولها ارتفاعها 1 متر، وملاها بالزئبق، ولقى ان دايما مهما حط، مهما ملى، حاول يملى الانبوبه ديت، دايما الارتفاع بتاع الزئبق بيفضل عند رقم ثابت، بيبقى ارتفاعه ثابت هنا، ارتفاعه عن السطح دوت ثابت. كام؟ بيساوي 76 سنتيمتر زئبق اتش جي، 76 سنتيمتر زئبق كثافة الزئبق لو احنا جينا نحسبها. طب معنى كده ايه؟ معنى كده هنا مفيش عندنا بريشر، صح؟ ولكن لازم البريشر عند، خلينا ناخد لون تاني، لازم البريشر هنا عند النقطة دي بيكون بيساوي البريشر عند النقطة دي. فهو استنتج من التجربة ديت ان الضغط فوق النقطة دي بيساوي الضغط فوق النقطة دي، فقال لك ان الضغط فوق النقطة دي اسمه الضغط الجوي، ده ضغط عمود الهواء اللي فوقينا، وزن عمود الهواء اللي فوقينا وتأثيره على كل وحدة مساحة. فأصبح ان الضغط عندنا بيساوي القيمة دي، قيمة ارتفاع عمود الزئبق دوت اللي هو 76 سنتيمتر زئبق. فقال إن هي 76 سنتيمتر، سنتيمتر دوت لازم نهتم بالوحدات لأن دوت سنتيمتر فقسمناه على 100، فده بقى بالمتر دلوقتي 0.76 متر، مضروبة في كثافة الزئبق. كثافة الزئبق اللي هي كام؟ اللي هي 13600 كيلو جرام لكل متر مكعب تكعيب، مضروبة في 9.8 متر لكل ثانية تربيع. الكلام دوت لو انت جيت تحسبه 0.76 مضروب في 13600 في 9.8 هيدي لك بالتأكيد القيمة ديت.
بالباسكال. هنا بيعطيك مثال ان وزن الشخص دوت، يعني الشخص ده مثلا على الشمال وزنه 150 باوند، واللي على اليمين ضعفه 300 باوند. عايزين نعرف الضغط اللي بيمثله كل واحد فيهم. فالضغط بتاع الأولاني اللي على الشمال بيساوي 3 PSI pound square inch، وضغط الشخص أو الضغط اللي بيمثله على المكان اللي واقف عليه بيساوي 6 PSI pound square inch. بيحسبها ازاي؟ بيحسب قلنا ان الضغط بيساوي الفورس مقسوم على الاريا. الاريا ايه؟ الاريا اللي هي بتاعت رجله. طيب البريشر، في عندنا الابسوليوت بريشر وفي عندنا الجيج بريشر. طيب الابسوليوت بريشر هو الاكتوال بريشر، هو القيمة الحقيقية للضغط، ولكن لا يتم قياسها بصورة مباشرة، انما يتم حسابها من الجيج بريشر، من القيمة التي تم قياسها باستخدام أجهزة قياس الضغط. يبقى القيمة اللي بتطلع عندنا بصورة مباشرة من أجهزة قياس الضغط بتسمى بالجيج بريشر. حسابيا الجيج بريشر بيساوي الابسوليوت اللي هو ده، الابسوليوت دوت، هو ده الابسوليوت ناقص الاتموسفيرك بريشر. طيب نبص كده على الرسمة اللي عندنا هنا في الأول. ده طبعا في حالة إن الضغط أعلى من الضغط الجوي، فأنا عندي ده الاتموسفيرك بريشر، ده الديتم بتاعنا، وده الجيج بريشر. الجيج بريشر دايما بيقيس القيمة الأعلى من الأتموسفيرك بريشر، ولكن القيمة اللي احنا بنشوفها ديت الفاليو اللي عندنا، ليتس سي احنا لقينا الجيج بريشر مدينا 10 KPa، 10 كيلو باسكال. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ديت القيمة الأعلى من الضغط الجوي، من الأتموسفيرك بريشر. طيب انا عايز اعرف قيمة الضغط بتاع الفيسل اللي احنا بنقيسها ديت قد ايه، الابسوليوت القيمة دي، قيمة الضغط بتاعتها الحقيقية الاكتوال اللي هي الابسوليوت بريشر، بنعرفها ازاي؟ طيب البي ابسوليوت بتساوي البي اتموسفيرك بلس ال P جيج. فأنا ديت الجيج بريشر اللي عندي، دي اللي أنا قستها، اللي المقياس عندي قاسها، فأصبح عندي إن ال P absolute بتساوي، احنا عارفين ان ال P atmospheric let's say 100 كيلو، فاصبح عندي 100 كيلو بلس العشرة، فاصبح عندي ال absolute pressure حسابيا طلع 110 KPa. نشوف لو في حق. طب في حالة ان الضغط اقل من الضغط الجوي، في الحالة ديت الضغط القيمة التي تم قياسها بنقول عليها الفاكيوم، فاكيوم بريشر، بي فاكيوم، تمام. فهو دايما الجهاز قياس الضغط بيقيس الديفرنس بين القيمة الحقيقية للضغط والاتموسفيرك بريشر. يعني انا عندي لما كان البريشر اعلى من الضغط الجوي، الجيج بريشر اسل الديفرنس، اسل القيمة اللي فوقيه ديت. طيب في حالة أقل هو أقل للقيمة اللي تحت الخط ده، دايما عندي الديتم هو ده الدوتد، ده عندي الديتم، ده الديتم بتاعي اللي هو الاتموسفيرك بريشر. فأنا جهاز قياس الضغط بيقيس الديفرنس دايما،
فهو اصل ده. طيب دي مش القيمه، دي مش القيمه الحقيقيه، دي مش الابسوليوت. الابسوليوت هو ايه؟ هو من اول هنا الزيرو هي دي. طب بعرفه ازاي؟ بعرفه من الايكويشن ديت، من الفورمه ديت اللي عندنا، ان الابسوليوت هيساوي الاتموسفيرك ماينس الفاكيوم، يعني البي ابسوليوت في حاله الفاكيوم طبعا، في حاله ان البريشر اقل، بيساوي البي اتموسفيرك ماينس البي فاكيوم. دي القيمة التي تم قياسها، اللي جهاز جهاز قياس الضغط قاسها. نفس الأمر هنا، دي القيمة اللي جهاز قياس الضغط قاسها. عندنا في حاجة اسمها الهيدروستاتيك بريشر، وده بيبقى موجود في السوائل زي البحر عندك مثلا. انت كل ما العمق يزيد، كل ما تنزل تحت، كل ما الضغط يزيد بالشكل دوت، بالشكل ده، زيادة لينير بالشكل دوت، فأصبح الضغط الجيج بريشر هو فانكشن في الهايت أو الهيد. كل ما الهايت يزيد أو كل ما الهيد يزيد، كل ما تنزل تحت أكتر، كل ما الضغط يزيد بالشكل ده، تغير لينير خطي. وزي ما احنا عارفين ان البي ابسوليوت، البي ابسوليوت بتساوي البي اتموسفيرك زائد الهيدروستاتيك بريشر اللي عندنا دوت. نفس الامر هنا، نتكلم ان الضغط في الليكويد تحت سطح السائل دوت بالهيد دوت اللي عندنا ده، بيساوي البي، ده هو بيتكلم على ايه؟ على الاتموسفيرك، على الابسوليوت، بيساوي البي اتموسفيرك بلس رو جي اتش اللي هو الهيدروستاتيك. البريشر برضو في ملحوظة مهمة جدا لازم نعرفها، ان البريشر هو قيمة سكيلر كوانتيتي، ما هواش فيكتور، ما هوش فيكتور كوانتيتي، يعني بيأثر في جميع الاتجاهات، ملوش دايركشن محدد. فطالما هم عندي نفس الليفل، يعني احنا لو جينا هنا خدنا خط كده مستقيم، ومديناه كده بالشكل ده، طالما هم عندي نفس الليفل، الضغط ده سيم، الضغط هو الضغط ثابت لا يتغير. عند النقاط دي كلها بيساوي بعض، البي عند الاي بيساوي البي عند البي، عند السي عند الدي عند الاي، كل واحد ده الهيدروستاتيك، هيدروستاتيك بريشر، تمام، بغض النظر عن الدايركشن، بغض النظر عن الزاوية أو عن الـ inclination. في عندنا قانون باسكال بيقول إن الـ pressure، إن أي تغير في الضغط في السائل، الضغط بيزيد في أي مكان في السائل بنفس مقدار التغير، تمام. الكلام ده ليه application شهير زي الرفع بتاعت السيارات اللي قدامكم ديت، ان احنا لو اثرنا هنا بقوة محددة. طيب خلينا نقول القانون بتاعه الاول. القانون بيساوي الاف، احنا عارفين طالما لان الضغط متساوي، فقلنا الاف على الاي على الاريا، ده البريشر في الحالة الاولى اللي هو، خلينا نقول في الوان سايد اللي هو ده سايد ايه، البريشر هنا بيساوي بي ايه، بي واحد، والبريشر هنا بيساوي بي اتنين، البريشر ذا سيم، بيساوي بعض، هو ده قانون باسكال. طيب التطبيق على الكلام ده ايه؟ خلينا الاول نطبق قانون باسكال على السيناريو اللي قدامنا دوت، في المثال دوت.
هو بيقول دلوقتي ان بي واحد بتساوي بي اتنين. طيب خلينا بي واحد بتساوي ايه؟ بتساوي اف واحد على اريا واحد. وبالنسبة للسايد، للسكند سايد، سايد اتنين دوت، ايه اللي عندنا؟ عندنا بي اتنين اللي هي بتساوي اف اتنين على اريا اتنين. تمام كده؟ طيب الكلام دوت مهم جدا. مهم ليه؟ لان انا هقدر اثر، يبقى انا اصبح عندي ان انا هقدر ارفع السيارة ديت بقوة اقل بكتير من من وزن العربية دي، من وزن السيارة ديت. لان زي ما احنا عارفين ان اف واحد بتساوي بي واحد مضروبة في اريا واحد، من الديفينيشن بتاع البريشر. وين بي اتنين، سوري، اف اتنين بتساوي بي اتنين تايمز ايه اتنين. فانا قدرت اثر وارفع السيارة ديت بفورس اقل بكتير من الفورس اللي عندي ديت. خلي بالنا، معلومة يعني ملحوظة مهمة، ان انا عندي بي واحد هي نفسها بي اتنين، الاتنين بيساوي بعض. يعني انا ممكن اقول ان اف واحد، ما هو ده قانون باسكال، ان اف واحد بتساوي بي بس تايمز اي واحد، واف اتنين بتساوي البي تايمز ايه اتنين. بس كده. هناخد امثلة على الكلام دوت ان شاء الله. ديت المسألة بتاعت الباروميتر اللي قلناها من شوية، مفيهاش اي حاجة. فقال لك ان البي اتموسفيرك، استنتج ان البي اتموسفيرك بيساوي رو جي اتش، وزن عمود الزئبق اللي قدامنا دوت. وهنا بيقول لك ان على الارتفاعات لما تطلع، كل ما نرتفع فوق عن مستوى سطح البحر ضغط الهواء بيقل، وبذلك الاكسجين بيقل، وكفاءة المحركات السيارات. واحنا كمان بنحتاج سبلاي اكسترنال علشان ايه؟ علشان يدينا اكسجين زيادة. زي لما تشوف الناس اللي بيتسلقوا جبل هيمالايا او اي قمة جبل مرتفعة بياخدوا معاهم اسطوانات اكسجين. وديت المانوميتر، المسألة اللي احنا حليناها من شوية. وهنا ده بيوضح لك البريشر لوسز اللي بتحصل، فبينتج عنها ان في فرق في البريشر. يعني انت عندك طبعا لما المسافة، كل ما المسافة بين واحد واتنين زادت، كل ما المسافة بين واحد واتنين زادت بيزيد الايه، بيزيد البريشر ديفرنس. هتلاقي في فرق في الايه، في الضغط في الارتفاع دوت، بسبب اللوسز اللي حصلت نتيجة الفريكشن والتربلنس والويدز. هتاخد الكلام ده ان شاء الله في كورس الفلويد داينامكس، الفلويد ميكانكس. وديت أجهزة قياس الضغط، الأجهزة المختلفة محتاج إن أنت تعرفها، بس أنت هتدرسها بالتفصيل في مادة الميجرمنتس. وبكده الشابتر الأول يكون خلص الحمد لله، وألقاكم إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب في عندنا المثال اللي قدام حضراتكم دوت، في الفيسل ديت او الكونتينر دوت، في غاز بضغط معين. الغاز ده تسبب لي في ارتفاع الزئبق، ده زئبق الازرق اللي قدامكم دوت، ده زئبق تسبب في ارتفاعه بالمقدار اتش. الاتش دوت ليه فاليو، هي جيفن بتساوي 2 متر. تسبب في ارتفاع، الارتفاع الهايت ديفرنس دوت 2 متر. فاحنا محتاجين نعرف
الغاز دوت البي ديت قد ايه، ضغطها قد ايه. طيب هو مدينا بيقول عايز يعرف البي ابسوليوت والبي جيج، وعايز كمان يعرف ماذا لو السائل اللي موجود عندنا دوت بدل الميركوري بدل الزئبق ميه، يعني عايز يعرف ال H water في حالة الوتر هتكون قد ايه. بداية خلينا نحسب البريشر ديفرنس اللي هو البي جيج، هو اس قد ايه هنا، يعني المقياس البريشر ديفرنس اللي عندنا ده قد ايه. خلينا نبدأ بالبي جيج. البي جيج بتساوي كثافة الزئبق، كثافة السائل اللي عندنا اللي باللون الأزرق دوت، رو هنسميها رو اتش جي عشان نميز السائل اللي عندنا، مضروبة في الهايت. الهايت عندنا قد ايه؟ 2 متر. قال لك ان هو بيساوي 2 متر، كبير قوي، بتساوي 2 متر في كام؟ في الجرافيتي 9، او خلينا نكتبها بس الجي بس دلوقتي، يبقى ديت الكلام ده بيساوي 13600 اللي هي كثافة الزئبق مضروبة في 2 مضروبة في 9.8. الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي 266.8 كيلو باسكال كي بي اي. طيب هل ده الابسوليوت بريشر؟ لا، ده الجيج بريشر، ده اللي اتقاس عندنا هنا، الباروميتر قاسه. طيب الابسوليوت عبارة عن ايه؟ احنا عندنا هنا لو خدنا بالنا في عندنا اتموسفيرك بريشر، في اتموسفيرك بريشر هنا، في اتموسفيرك بريشر هنا مأثر علينا في كل مكان هنا، فدوت عمود الزئبق دوت ارتفع against الاتموسفيرك بريشر البي اتموسفيرك. تمام، فده بقى against دوت. فانا عندي البي ابسوليوت من المفترض ان هي بتساوي البي جيج اللي احنا حسبناه من دلوقتي بلس البي اتموسفيرك. الكلام ده بيساوي ايه؟ قلنا 266.8 بلس الاتموسفيرك بريشر، هنقول ان هو 100 كي بي اي، يعني هو يعني ممكن يبقى 101 او 100، 100 كي بي اي. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 366.8 كي بي اي. طيب لو احنا افترضنا، لو افترضنا ان بدل اللي موجود عندنا في التيوب ديت السائل الازرق دوت كان ميه بدل الزئبق، هنحتاج السائل دوت هيرتفع بمقدار قد ايه؟ تعالى نحسبها. احنا محتاجين نعرف، هنحسبها بناء على الايه؟ على الجيج بريشر. احنا عندنا الجيج بريشر دلوقتي معروف 266
و8 من عشرة، ده الجيج بريشر. بيساوي ايه؟ بيساوي، قلنا بيساوي الرو في الجي في الاتش. طيب هل هنستخدم انهي رو؟ هنستخدم الرو بتاعت الووتر، مش بتاعت الايه، مش بتاعت الزئبق. احنا هنا استخدمنا الرو بتاعت الزئبق، لا احنا هنا هنستخدم الرو بتاعت المية. فالرو بتاعت المية رو دبليو، هنرمز لها بالرمز دبليو في الجي في الاتش. فأصبح عندنا دي بتساوي الرو بتاعت المية 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب في 9.8 في ال H اللي احنا مش عارفينها بس هنعرفها دلوقتي. ده طبعا ده احنا بنقول هنا ايه، ده بالكيلو، كيلو باسكال. يبقى لازم عشان نستخدمها يبقى تبقى واضحة بالنسبة لنا، هنحتاج ان احنا نضربها في 10 أس 3. فأصبح عندي 266.8 في 10 أس 3، في 10 أس 3 بتساوي القيمة. طيب يبقى ال H، يبقى أصبح عندي ال H هتساوي الكلام دوت، ايه الكلام ده، مقسوم عندي على ايه الكلام ده، وخلينا نمسح ده. هيطلع عندنا الكلام دوت بيساوي 27.2 متر لتش. تخيل يعني انت محتاج ان شاء الله عمارة ارتفاعها اكتر من 9 ادوار، خلينا نقول 10 ادوار. فمش منطقي ابدا في الحالة اللي زي ديت ان احنا نستخدم المية كسائل لقياس الضغط في الحالات دي.